الآن في موقف للسيد مقتدى الصدر عندما يقول لابن خامنئي ويقول لقائد حرس الثوري لا وأصر، هل تعتقد هذا تأسيسا لخطا سياسيا قد يكون ناجحا، أم أنه سينتظر السيد الصدر يعني احتمال مواجهات أو خصومة مع الإيرانيين من نوع خاص وقد تكون مكلفة؟ الإيرانيين كذلك لا يثقوا كثيرا بالسيد الصدر، ولذلك عندما يأتوا يترجوا يعني يطلبوا من عند الرجاء أن يقبل بهذا الموضوع، لأنه الإيراني ما يتعامل مثلنا بحساسية بكرامة وقضية وشخصنة، يتعامل بالمصلحة، يريد أن ينفذ من هذه الهزيمة اللي حصلت عنده في العراق. طبعا وهذه الهزيمة بالمناسبة مو صندوق الاقتراع جابها، صيحات وحناجر شباب تشرين، بس فقط للتثبيت التاريخي. صحيح استغلت تشرين، اكو كم واحد ركب الموجة، كم واحد طب للبرلمان، لكن ذلك هؤلاء سوف يلفظوا ولا يعنوا شيء بالمعادلة العراقية الثورية. أقول هذا هو المركب العراقي الآن، هذا هو المركب، اكو موقفين أمريكي وإيراني أساسي. وأنا هذا يثير عند الفضول بطرح الكثير من الأسئلة، أنت تخليني الأسئلة تزاحم على لساني. يعني كيف يعني السيد الصدر الآن يتحدى الإرادات الدولية ويتحدى الإرادة الإيرانية في تشكيل هذه الحكومة؟ هذا إذا كان حقيقيا فهذه بطولة. هذا هو طبعا بالحالة تحسب له، ولكن عليه أن لا يستخدم نفس الأرقام، لأنه هو جاي رافع لواء شعار الإصلاح، وبالتالي عليه أن يسلك سلوكين، أن لا يأتي بنفس الأرقام ويصر عليها لأنها جربت وعليها شبهات، والثاني أن لا يأتي بصدر قح وما شابه، يذهب ليأتي بعراقيين قح من خارج تياره يوليهم المناطق. نتفق أبو علي.